مدينة داعل 2/1/2013. تعرضت مدينة داعل كغيرها من قرى حوران ليلة الأمس للقصف في عشرات القذائف المدفعية من قبل كتيبة البانوراما في درعا. نحن الآن على أحد أسطح المنازل المقصوف الذي تعرض للقصف لنرصد حجم الدمار. طبعا النظام فقد أعصابه وسيطرته بعد النصر الكبير الذي حققته كتائب الجيش الحر في بصر الحرير، وهو ينتقم بقصف كل قرى حوران عقوبة لها على هذا النصر.